والله يا عيب، ايه يا عديم التمييز انت وهو ده؟ قافله عشان ست البنات؟ يا العصفوره الجميله دي هتطير. يلا شكرا ليكم، يلا ربنا يكرمك يا مولاي. انما ايه ده بجد يعني؟ واخد بالك يا نبيس، غنى رقص خفه روح تلاقي، شجاعه تقفيل معارك حتى لو كان السبع موجود، وكمان مش باين عليكي. معقوله دي موهبه دي في حد ذاتها؟ بهرتيني والله، انا اتفاجئت زيك بالظبط. وكمان فضيله التواضع. لا خد الاكبر بقى، في حد في الزمن ده بيرمي نفسه في اتون النار ويضحي بروحه علشان اخوه؟ انا اعمل المستحيل عشان عمر. طب اعملي لي معاكي بقى. اعمل لك معايا ايه؟ المستحيل؟ ما انا عملته خلاص، هو لسه في مستحيل تاني؟ لا ده كان مسح زور، تسخين ما يليقش بمقامك. انت قايل ورا. ورا فين؟ ورا في الصدارة. الصدارة اللي مش صدارة. بص حلو، خلي الكلام عندك شوف. طب ما تسيبني اشتري عمري اللي باقي، قول بكام وخلصني. عمرك ده ما يكفنيش وما يلزمنيش، انا عايز فصل الكتاب اللي معاكي وبقيت فصول الكتاب. فصول ايه تاني؟ برضه طيب، فصل مملكة الورد وفصل واحة الرمال. ورد ايه ورمل ايه؟ انا مالي ومال ده كله؟ لا ده انت مالك ومالك. الله، ده انت المختارة الجبارة. انا ولا مختارة ولا جبارة، انا منهارة. خلي بالك بقى، يعني انا خلقي ضيق من الاخر، تجيبي فصول الكتاب تاخدي اخوكي نبقى حبايب، وده اخر كلام عندي. طب ايه رأيك تاخد الفصل اللي معايا وتجمع بقيه الفصول بمعرفتك؟ انت سلطان زمانك وعندك وزير وحرس وكل الشطرنج بتوعك دول، ابعتهم يجيبوا لك اللي انت عايزه. للاسف مملكه الورد محاطه باسوار عاليه ومنيعه ما يعديش منها غير السحاب، وممنوع دخول الرجال. اما بقى واحه الرمال فعندهم اقوى جيوش الممالك، يعني ياكلوا الاخضر واليابس. وكده كده الأسطورة بتقول إن المختارة الجبارة هي اللي تقدر تلم المتبعتر وتجمع الفصول. يا عيني درويس، ما تيجي تقعد مكاني أحسن. ما أنا بقول كده برضو. نعم. مزحة يا مولاي، مزحة. كان يوم أسود لما بقيت المختارة الجبارة. طب معلش، حضرتك جايب ثقتك فيا دي منين؟ أنت مش عديتي من بوابات المدينة ومن البصاصين؟ طب هما فشلة، أنا أعمل إيه؟ إحنا شغالين بالنار، بالنار شغالين، وأسوار القصر بتاعي والقاعة، ودخلت الجناح أوضة نومي اللي المرحومة مراتي ما تعرفش آخرها فين. أكيد هيبقى هين عليكي إنك تدخلي ممالكهم وتعدي مهالكهم وتوصلي لكتبهم. مهالكهم إيه اللي عديها؟ أنا بخاف أعدي صلاح سالم، حضرتك ما تعرفنيش، أنا أكبر من الجبن. أنا والله العظيم لحد دلوقتي بخاف أنام في الضلمة. اسمها بنتات، حياة أخوكي أستاذ فصول الكتاب انتهى. انتهى. واتش إت.